إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم الموسوعة الرمضانية الموسوعة الرمضانية الإعداد مجدي فكري، التقديم مروى مقبول. يأتيكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية. كل عام وأنتم بخير. هل علينا شهر رمضان المبارك، ونحن وإياكم نسارع بالصوم والطاعة والصدقات فيما أهل لنا ولكم يعانون من جور الأزمات والحروب في منطقتنا، وليس لهم بعد الله إلا إخوانا لهم وأخوات يعينونهم على جور الزمان والمكان. نحن في منظمة الحياة للإغاثة والتنمية نتشرف ومنذ ما يقارب ربع قرن أن نكون خدماً لأهلنا المحتاجين من خلال البرامج الإغاثية والإنسانية التي توفر لهم الغذاء والكساء والدواء. ومع تفاقم أزمة اللاجئين في منطقتنا وفي العالم، ندعوكم للمسارعة بتقديم معوناتكم وتبرعاتكم لأهل ليس لهم بعد الله سوى. فوازير رمضان. أكشن. فوازير رمضان هي حلقات إذاعية وتلفزيونية استعراضية كان بيتم تقديمها في شهر رمضان على بعض الإذاعات والقنوات العربية. هي عبارة عن فوازير كان بيتم فيها توزيع جوائز للفائزين. انطلقت الفوازير من مصر وظلت هي مصدرها الرئيسي لسنوات طويلة، وبدأت الفوازير في فترة الستينات واستمرت حتى مطلع الألفية الجديدة. شارك فيها العديد من الممثلين المعروفين زي فؤاد المهندس وثلاثي أضواء المسرح ونيلي وشريهان وكتير كمان غيرهم. ارتبطت الفوازير بشهر رمضان، وكانت البداية هي الإذاعة على يد الإذاعية أمال فهمي وكمان سامية صادق. ثم انتقلت الفكرة إلى التلفزيون بعد عام واحد من انطلاقه، يعني عام 1961. ظهرت فوازير أمثال وكانت عبارة عن فقرة درامية في نهايتها تتحدث عن أحد الأمثال، فيقول الممثل على رأي المثل ويصمد وينتهي المسلسل ويجيب المشاهدون تليفونيا على المثل المطلوب. بدأت فكرة الفوازير التي كانت خليطاً ما بين الدراما والاستعراض عام 1967، وكانت على يد المخرج أحمد سالم وفرقة ثلاثي أضواء المسرح اللي كانت مكونة من سمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد، ودي كانت أول فوازير عربية. وبعد كده احتكرت الفنانة نيلي تقديمها منذ عام 1975 والحد 1981، واللي كان بيقوم بإخراجها فهمي عبد الحميد بشكل مستمر حتى وفاته. اللي قدم الفوازير في شهر رمضان على شاشة التلفزيون المصري بعد الفنانة نيلي هو الفنان سمير غانم. ففي عام 1982 ابتكر فهمي عبد الحميد شخصية فطوطة، واللي قدمها سمير غانم في الفوازير لحد عام 1984 وحازت على إعجاب الملايين في الدول العربية. ده انت بقيت مشهور قوي يا فطوطة. آه يا سمورة، آه لو تعرف أنا دخلت التاريخ يا سمورة. بس خرجت بسرعة، ما رديتش أطول بقى، لازم أسيب مكان لغيري. بعد كده قدمت الفنانة شريهان فوازير ألف ليلة وليلة، واللي تم عرضها عام 1988. ثم كانت فوازير المناسبات بطولة صابرين وهالة فؤاد ويحيى الفخراني. في عام 1989 كانت الفوازير اسمها ألف نون من بطولة شيرين رضا ومدحت صالح، وتوفي المخرج فهمي عبد الحميد أثناء تصوير فوازير اسمها عالم ورق لنيلي، وده كان عام 1990، واستكملها بعد كده المخرج جمال عبد الحميد. قدمت نيلي عجايب صندوق الدنيا عام 1992، وكمان فوازير أم العريف عام 1993، ثم كانت فوازير قيس وليلى بطولة محمد الحلو وشيرين وجدي، ودي كانت عام 1994. وبعدين قدمت شريهان حاجات ومحتاجات، وبعدين قدمت نيلي الدنيا لعبة وزي النهاردة في العامين التاليين. وسنة 1997 قدمت الفنانة شريهان نصر فوازير الحلو ما يكملش،
وقدمت أبينا وأشرف عبد الباقي ومحمد هنيدي فوزير اسمها أبيض وأسود، وبعديهم قدمت الفنانة لوسي إيما والسيما في العام اللي بعدهم على طول، وبعدها عادت دينا بفوزير اسمها أبيض وأسود كمان، وده كان عام 1999. وكانت فوازير جيران الهنا من نصيب راقصة البالي والممثلة المعتزلة نادين، وده كانت عام 2000. وبعدين قدمت فوازير ما نستغناش في العام التالي، وقدمت نيلي كريم حلم ولا علم في نفس العام، وتم تقديم فوازير العيال اتجننت بطولة ياسمين عبد العزيز ومحمد سعد وعبد الله محمود، وده كان عام 2002. وكانت النسخة الأخيرة من الفوازير من بطولة غادة عبد الرازق عام 2003 بعنوان فرح فرح. وعلى الرغم من كثرة الأسماء التي قدمت الفوازير منذ بدايتها، إلا أن أحدا لم ينجح في أن يرتبط اسمه بها باستثناء نيلي وشريهان وسمير غانم مع فطوطة. ولم يجرؤ أي فنان أو جهة إنتاجية على إعادة الروح إلى هذا الفن، والسبب في ذلك يرجع إلى أنه عمل يحتاج إلى تكاليف باهظة وفنانة استعراضية موهوبة. الموسوعة الرمضانية. الموسوعة الرمضانية، الإعداد مجدي فكري، التقديم مروى مقبول. يأتيكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية.